السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حاول معاكم خلطة جميلة جدا للدخان، وممكن كمان تكون مفيدة جدا للناس اللي بشرتهم جافة، خاصة إحنا في الشتاء. المكون الأول معنا حيكون اللي هو استيلا، واستيلا ده تقريبا يعني هو كريم أفريقي، إن شاء الله حضع لكم صورته في جانب الشاشة. المكون الثاني معنا حيكون زبدة الشيا، أي نوع من أنواع زبدة الشيا. بالنسبة لكريم استيلا حنخليك على جانب، حنضيف في الأول زبدة الشيا وبعدها حنضيف زيت جوز هند، ونشوف إن شاء الله بقية الخطوات. طبعا مهم جدا في الدخان بعض النصائح إن شاء الله حقول لكم في النهاية. بعد ما وضعنا 5 ملاعق من زبدة الشيا حنضيف عليها كمان 5 ملاعق من زيت جوز الهند. طبعا الخلطة دايما بتحكم فيها، إذا عايزاها تقيلة حتضيفي المواد التقيلة أكتر، وإذا عايزاها خفيفة حتكون المواد الخفيفة أكتر. أنا هنا عندي زيت عصفر، تذكروا العصفر ده كان عملنا منه خلطة قبل كده. أنا كل اللي عملته إنه طحنت العصفر ووضحته في زيت دوار الشمس لمدة كم يوم، وبعد كده لونه بيتغير بالطريقة دي. إذا ما عندك زيت العصفر ممكن طبعا تضيفي زيت سمسم، تضيفي زيت لوز، المهم حسب الزيوت المتوفرة عندي. طبعا هناخدهم على الميكرويف او ممكن تضعيهم في حمام مائي، وبعد ما خلاص دابوا كويس جدا دي هنا اضفت عليهم شوية من زيت الزيتون. وارجع واذكر انه الزيوت حسب المتوفر وحسب الرغبة، تمام. طبعا زيت الزيتون ما بنضعه قبل ما بنضعه على النار يعني خلاص. فانا بعد ما دوبت المواد الجامدة حتى بعد كده أضفت عليها زيت الزيتون، وهنا بعد كده خلاص أضفت الاستيلا، كريم استيلا. طبعا جميل جميل جدا جدا، بنعم البشرة جدا، ومع الدخان السوداني صراحة بكون روعة، بيديكي لون جميل ونعومة أصلا ما تتخيلوها. فيلا بعد كده خلاص هنحرك المواد كده كويس. طبعا أنا أضفت الاستيلا يعني لما كانت الزيوت دافية، تمام، علشان يعني بس بالحرارة كده الاستيلا تدوب. بعد اتاكد ان هي دابت كويس، بس نسيت ان اقول لكم ان وضحتها يعني طبعا دائما الحركه دي بحبها، انه بضيف يعني ضفره منظفه ومعطره يعني جاهزه مبخره، تمام. طبعا تضيف حسب اللي انت عايزاه، وتضيفي 2 3 في الضفره من الضفره للخلطه حقتك. انا صراحه للامانه ضفت واحده بس زي ما شايفين هذه نازله، اهلا وسهلا. فبعد كده حنضع يعني نضعه في قارورة تكون نظيفة ومجهزة. طبعا هيدي بترمي فيها مريم، يعني انتوا اسمعوا الصوت وما تهتموا بالامر، فاعتذر على الشوشرة في الفيديو. بعد كده خلاص زي كده شكله بعد ما اتجمد، صراحة يعني جميل جدا جدا وناعم بطريقة اصلا ما طبيعية، بيخلي البشرة ملمسة يعني بجد روعة. طبعا النصايح المهمة جدا، لازم يكون الحطب مغسل، دي حياة مهمة، والدخن دايما بيطلع ما الدخن بالشاف. البسوا اكمام طويله خاصه احنا خلاص في الشتاء عشان الدخان يكون يعني ناعم وحلو في الجسم وما يعمل لك حساسيه. وده كان الفيديو، في امان الله.